صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الطابور الصباح. يوم جديد كله نشاط وحيويه وانجاز ان شاء الله. صباح الخير يا مارينا. صباح الخير يا عمرو، عامل ايه؟ تمام كويس ان شاء الله. يوم يكون زي ما بتقول مليان انجاز ومليان حيويه ونشاط. صباح الخير عليكم كلكم. النهارده محضرين مجموعه فقرات متنوعه ومختلفه، نتمنى انها تعجبكم وتسليكم. بس قبل ما نقول لكم عندنا ايه النهارده، تعالوا نحكي لكم كده عن مجموعه من الاخبار. كالعاده معانا طبعا مجموعه من الاخبار المتنوعه، والحقيقه الواحد فخور جدا بكل اللي بتعمله الدولة المصرية في الملف البيئي وفي مؤتمر قمة المناخ. فخور أكتر بدعم الدولة للشباب وإن هي بتديهم فرصة إنهم يشاركوا في تقديم حلول للأزمة المناخية وغيرها كمان من القضايا المهمة. وده بيحصل من خلال منصة منتدى شباب العالم اللي انطلقت امبارح وهتفضل مستمرة لحد يوم 17 نوفمبر على المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء، اللي هتحتضن 34 جلسة متنوعة ما بين حلقات نقاشية وورش عمل وعرض قصص نجاح طبعا لمبادرات ومشاريع مستدامة مختلفة في مجال البيئة. وده بيتم بالتعاون بين الشباب المصري والشباب المشارك في قمة المناخ من الجنسيات المختلفة. منصة منتدى شباب العالم بتضم مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية زي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية وأعضاء الحوار الوطني ومؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب. المنصة بتناقش مجموعة كبيرة من قضايا المناخ، منها المباني الخضراء، الهجرة المناخية، ندرة المياه، دور الإعلام في التغير المناخي، وكل ده بيتم مناقشته جوه المنطقة الخضراء اللي تعتبر واحدة من أهم الإنجازات المصرية في قمة المناخ السنة دي. خلينا كده نقول لكم إيه حكاية المنطقة الخضراء دي. الموضوع ببساطة أن المنطقة دي بتكون عبارة عن مساحة واسعة بتضم الكيانات غير الرسمية من الشباب والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية عشان يتم عرض الرأي والرأي الآخر، وبيكون في مساحة لمختلف الآراء اللي بيتم مناقشتها في مكان واحد. السنة دي في إقبال كبير جدا من المؤسسات المصرية والأجنبية للتواجد في المنطقة الخضراء، عشان كده تم زيادة المساحة 12000 متر مربع، وكل ده تم في وقت قياسي جدا. على فكرة دي أكبر منطقة خضراء من حيث المساحة اتنفذت في كل مؤتمرات كوب، ودي حاجة مشرفة جدا مش بس مصر، لا ده كمان على مستوى الدول العربية والإفريقية، خصوصا أن مصر بتستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية كلها. حابب أقول لكم أن المساحة ما كانتش هي الحاجة الوحيدة المبهرة في المنطقة الخضراء، لا ده كمان التصميم اللي اتعمل للمنطقة لفت الأنظار جدا، لأنه اتنفذ على شكل زهرة اللوتس اللي بتعتبر من أهم الرموز والأيقونات للحضارة المصرية القديمة. ودي حاجة بتبين هويتنا المصرية في حدث ضخم بحجم قمة المناخ اللي بيحضرها قارة العالم وشباب من 197 دولة، واللي بيوصل عددهم تقريبا ل 40000 مشارك. طيب عمرو، خلينا كده ناخدهم في جولة جوه المنطقة الخضراء علشان نحكي لهم أكتر عنها ونعرفهم إنها متقسمة لمجموعة مناطق، منها منطقة اسمها منطقة المعرض ومنطقة تانية اسمها منطقة الخيام. منطقة الخيام بتضم خمس خيام، الأولى مخصصة للقطاع الخاص والشركات سواء كانت وطنية أو دولية، والتانية مخصصة للأوساط الأكاديمية زي الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات المالية زي البنوك ومؤسسات الاستثمار والتمويل. المنطقة الثالثة مخصصة للوزارات المصرية وأي جهات حكومية، والرابعة مخصصة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية والشركات الناشئة ورجال الأعمال ومركز الابتكار، والخامسة مخصصة لشركاء التنمية والمنظمات الدولية. المنطقة الخضراء تعتبر تطبيق لشعار القمة السنة دي، يعني ده حاجة حابين نأكد عليها، وهو مؤتمر التنفيذ، وبيأكد أن مصر تجاوزت مرحلة التخطيط والتعهدات والوعود لمرحلة التنفيذ الفعلي اللي تم على أفضل وجه وفي وقت بسيط، يعتبر وقت قياسي، اتنفذ بشكل يليق باسم مصر وريادتها على مستوى الوطن العربي وإفريقيا. حقيقي الواحد فخور بمصر قوتها وبريادتها، وفعلا احنا قادرين نحقق المستحيل في اقل وقت ممكن. واللي عايز يتاكد من الكلام ده يا جماعه يروح شرم الشيخ ويستمتع بالتحول الكبير اللي حصل فيها في وقت بسيط. هنعرف تفاصيل اكتر عن المنطقه الخضراء من الاستاذه نانسي هادي، متخصصه في مجال التنميه المستدامه، وهي متواجده حاليا في مؤتمر قمه المناخ في شرم الشيخ. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي منورانا استاذه نانسي. حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن المنطقه الخضراء. الله يخليكم، انتوا اللي منورين بصراحة، ما شاء الله انتوا الوصف بتاعكم وصف جميل جدا ودقيق جدا. هو حقيقي زي ما انتوا قلتوا المنطقة الخضراء هي ممكن نقول الأول، هو طبعا كوب 27 يعتبر فيه زي ثلاث مناطق، هي المنطقة الزرقاء دي المنطقة اللي فيها الحكومات وال يعني أكثر الجلسات بتاع الأمم المتحدة، يعني الحاجات الرسمية أكثر الأوفيشال،
وعندكم كمان المنطقة الخضراء اللي احنا بنتكلم عليها، وفي منطقة أخرى اسمها الانوفيشن زون، منطقة انوفيشن، أو يعني ده منطقة ممكن تقولوا يعني أكترها بيزنس، يعني والناس ممكن تروح وبتسمع محاضرات مختلفة وكده بخصوص مواضيع يعني ثانية. بالنسبة للمنطقة الخضراء زي ما انتوا قلتوا، هو في منطقة في خمس خيم اللي هي يعني برسمة اللوتس، وفي المنطقة اللي هي البرة دي منطقة يعني جميلة حية جدا مليانة شباب وناس بصراحة بعد ما بيخلصوا مثلا جلسات الرسمية في البلو زون منطقة الزرقاء، فهم بيجوا دايما المنطقة الخضراء بيقابلوا بعض هناك وكذا، وبيحضروا كمان سيشنز بتكون في بعض الأماكن سواء في المنطقة الخضراء بره أو جوه في الخيم، واحد من الخمس خيم دول. انتوا عندكم طبعا زي ما انتوا قلتوا في خيم فيها، يعني احنا مثلا عندنا خيمة كجمعية مصرية، عندنا خيمة هناك في خيمة دي اللي هي الرابعة، وفي مثلا هتلاقوا مثلا الهلال الأحمر، هتلاقوا مثلا يعني في بعض المؤسسات اللي هي غير حكومية، مؤسسات كبيرة زي يونسكو، حتى الوزارات كلها عندها زي جناح هناك، وفي بعض الدول عاملين برضو خيام هناك، برضو مش خيام طريق يعني زي بوت، واخدين بوت في الخيمة، ودي علشان برضو يدوا فرصة للناس يتعرف أكثر عنهم هم كدولة، يعني بيعتبروا برضو جزء إن هم يقدموا نفسهم، وفي نفس الوقت كمان يناقشوا المواضيع الهامة اللي تخصهم، اللي هي يعني ممكن تقولوا يعني ليه ترابط مع المؤتمر المناخ، او المواضيع اللي هي خاصه بال. استاذه نانسي، حابب اروح مع حضرتك عن دور منصه منتدى شباب العالم المتواجد الان في قمه المناخ، وفكره التوافق والمزيج الثقافي اللي حادث في مثل هذا الملتقى، يعني احكي لنا عنه يا فندم بما ان حضرتك يعني احدى المشاركات في هذه القمه. والله هو لا انت بتتكلم يعني هو طبعا منتدى الشباب عندهم طبعا منطقه جناح هناك برضو في احد الخيم، بس صراحه الاجمل حاجه هناك اللي انا شايفاه يعني في المنطقه الخضراء ان كل المتطوعين كلهم شباب من كل حاجه تتخيلوه، يعني من اللي هم بيستقبلوك وانت داخل البوابه لغايه ما لو انت عندك اسئله عايز تخش على يعني مكتب اللي هو بتاع المعلومات، برضو شباب جوه في المنطقة نفسها الخضراء كلهم شباب. دورهم يعني أنا لقيت فيه دور كبير جدا 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 للشباب، وإحنا كمان بما إن ابني شارك في منتدى شباب مرتين ورا بعض، فهو قابل أصحابه كتير هناك من الشباب يعني تبع المنتدى شباب، وفي كمان اللي هم الشباب اللي هم تبع الرئاسة أو البرنامج الرئاسي يا فندم. بالضبط. دول ما شاء الله برضو في كل حتة وأكتف جدا وليهم دور كبير في وجه حلو جدا جدا، إن يعني الشباب هم اللي أخدين الليد، لأن هي الموضوع يخصهم طبعا، هو يخص كل المصريين بس يخص الشباب بالذات أكتر طبعا، لانهم من اكتر الناس اللي كمان يعني لا قدر الله لو الامور ما اتحلتش هيكونوا متاذيين منها في الفترات اللاحقه يعني وفي العصور اللي جايه. استاذه نانسي هادي المتخصصه في مجال التنميه المستدامه، بنشكرك يا فندم على هذه المعلومات جزيل الشكر. عايز اكد على كلامك، المستقبل بتاعهم وهم فعلا يعني القائمين على الامور او القائمون على الامور في هذه المرحله، بيحاولوا يخلقوا جو ومجال افضل وحياه افضل للي جايين، بس اللي جاي لازم يكمل طبعا. دي حاجه الحاجه كمان اكيد سعيده جدا بالنسبه لهم كمان ان الدوله تعتمد عليهم في تنظيم حدث كبير زي ده، فاكيد زي ما هي بتقول هم مبسوطين ومتحمسين جدا، ده طبيعي لان هم حاسين بالثقه دي من ال 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 القيادات بتاعه الدوله. انت عارفه من وجهه نظر الشخصيه من اكتر الحاجات اللي ممكن تسعد حد وتزود له ثقته في نفسه بالذات المرحله العمريه بتاعه الشباب، انك تحمله مسؤوليه، طبعا. مسؤوليه مهمه، مش مسؤوليه كده وخلاص، لا حاجه مهمه، وده اعتقد اللي هو حاصل
حاصل في الدوله الحقيقه في حاجات كتير. يمكن احنا معانا النهارده فقرات هنتكلم فيها عن الشباب ودور الشباب ومحاولات يعني استيعاب افكارهم وتطويعها لمستقبل افضل. دكتوره نانسي ذكرت كمان او اكدت على فكره رقي التنظيم ودقته في على كافه المناحي في المؤتمر، ودي حاجه الحقيقه يعني انا كنت متوقعها، لان مصر يعني طبعاً. يعني مصر كبيره وده الطبيعي بتاعها، ده المنتظر منها دايما. يعني الفترة الأخيرة بقى في اهتمام كبير جدا بالحفاظ على الهوية المصرية، يعني زي ما كنا لسه بنتكلم، وحاجة كانت سعيدة جدا بالنسبة لي انه كمان المنطقة الخضراء معمولة على شكل زهرة اللوت. صحيح، الهوية المصرية مهمة قوي انها تكون بارزة جدا في أي حاجة احنا بننظمها وأي حاجة مصر بتكون موجودة فيها، لأن دي الحاجة اللي بتميزنا عن كل شعوب العالم. ما اعتقدش في دولة فيها التنوع الثقافي الكبير ده ومليانة بشخصيات ملهمة صنعت التاريخ، شخصيات عظيمة بمعنى الكلمة، قدوة لكل الأجيال اللي جاية. فعلا تاريخنا مليان بنماذج مبهرة لازم الجيل الجديد يعرفها يتعلم منها، وهو ده الهدف من مبادرة يحكى أن اللي بتتم بالتعاون بين محافظة الدقهلية والمجلس القومي للمرأة وجمعية تراث مصر ووزارة التربية والتعليم. مبادرة مهمة جدا خصوصا في الزمن اللي بيتم فيه ترويج الأفكار غريبة عن مجتمعنا وتقاليدنا، وللأسف الأفكار دي بتستهدف الأطفال بشكل مباشر، وعشان كده لازم يكون عندنا مبادرات وفعاليات زي يحكى أن اللي هدفها أنها تخلق جيل واعي بقيمة وطنه وقيمة تاريخه والناس اللي سبقوه. أوافق جدا، هي فعلا مبادرة مهمة وإحنا محتاجينها، خصوصا أن كمان بتقدم حكايات لشخصيات أثرت في التاريخ المصري ببطولتها. وأعتقد أن الجيل الجديد محتاج قدوة قدامه يتعلم منها ويبقى متحمس أنه يبقى زيها قدوة من نفس بلده، لأن ده بيخليه يحس أنه يقدر يحقق إنجازات زي ما احنا زي ما حققها مصري تاني قبله في زمن سابق ممكن يكون ما حضروش أصلا. مهم جدا أن الجيل اللي جاي يتعلق بأبطال مصريين ليهم نفس الهوية وعاداتنا تقاليدنا، وده اللي خلى الحمله بتستهدف طلبه المرحله الابتدائيه والاعداديه. المبادره الحقيقه بتركز بشكل اساسي على الحضاره الفرعونيه اللي مليانه قصص وحكايات تبين لنا عظمه المصريين، وبتاكد فعلا ان مصر جت اولا ثم التاريخ جه بعدها. عشان كده بنقول بقلب جامد ان مصر هي ام الدنيا، لان هي قدمت للعالم العلم والثقافه، ولسه لحد دلوقتي بنكتشف اسرار جديده عن الحضاره المصريه والمصري القديم اللي بتبين لنا قد ايه بلدنا عظيمه. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن المبادره معانا الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزاره التربيه والتعليم بالدقهليه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ ناصر. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك، منورنا. يعني يا ريت حضرتك توضح لنا تفاصيل اكتر عن المبادره. مبادره يحكى أن ده تعاون بين التربيه والتعليم ومحافظه الدقهليه والمجلس القومي للمراه. عملنا مبادره بروتوكول ان احنا نعرف اولادنا في السنين العمريه الصغيره المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه بالتاريخ عن طريق استخدام اسم للمبادره يحكى أن، كأني بحكي لهم حكاية تعتمد على السرد، لأن السرد وسيلة من وسائل تلطيخ المعلومة في عقول ولادنا الصغيرين. نربطهم بحضاراتهم القديمة من أول الحضارة الفرعونية، وهنتدرج بيهم لتاريخ مصر الحديث على أساس إن إحنا بنغرس الانتماء في قلوبهم كده، ويبقوا عارفين تاريخ بلادهم ما يقدروش يتأثروا بأي حضارة أخرى غير حضارة بلادهم أولا وأخيرا. طب حابب اعرف من حضرتك بعض الاسماء اللي المبادره اختارتها علشان تكون مثل وقدوه للشباب او الاطفال في السن ده. لا، هي بتحكي تاريخ مصر وبطولات لابطال من الفراعنه، وازاي ان احنا مثلا زي بيضرب لهم مثال تحرير بلاد مصر من الهكسوس على يد احمس والملوك الفراعنه القدماء، وازاي بنوا حضارات وازاي عملوا حاجات التاريخ بيتكلم بيها لغايه دلوقتي. والحضارات دي انتقلت من الحضاره المصريه للحضارات الاخرى وازاي اتاثروا بيها. فاحنا بنربطهم بتاريخهم القديم اللي بناء على الحضاره الفرعونيه قامت الحضارات الاخرى. طيب وايه ردود افعالهم بقى يا استاذ؟ لا، انا عندي في انبهار، لان احنا مش بنعرض مجرد كلام، لا ده كلام وبيستخدموا الميديا وبيجيبوا حاجات على فليشات وبينزلوها، ومعاهم فريق بيبتدوا يحكوا باسلوب سرد جميل يخلوا الطلاب عقولهم مرتبطه بالكلام اللي بيتقال وبيتفاعلوا، وفي الاخر بيسالوهم ايه اللي استفادوه، والطلبه بتقوم تتكلم وبتحكي وبتسال. يعني في تفاعل ما بين اللي بيقدم المحاضره وما بين الطلبه اللي تحت. هل المبادره يا فندم يعني هتفضل مقتصره على مرحله الابتدائي والاعدادي، ولا ممكن الفتره الجايه ندخل على مرحله ثانوي؟ لا، انا عايز اغرس في الابتدائي والاعدادي، لان ده قطاع عريض وابتدينا نتوسع. بدل ما بناخد في مدرج بيشيل 100، ان شاء الله في محاضره هتبقى كبيره اللي في مكان بيشيل حوالي 400 طالب وطالبه.
على اساس ال 400 طالب وطالبه هيوصلوا الكلام دوت ل 400 اسره لزمايلهم، فيبقى الانتشار سريع لهدف المبادره. الى جانب ان انا برضو ماشي بمبادره فيها حاجه حلوه برضو، بنيوح كأنا ومصر ايه الجميل اللي فيها، كل دوت بينمي شعار الانتماء للوطن وللتاريخ القديم بتاعنا. اكيد. طب استاذ ناصر، حابين نعرف كمان اكتر عن دور الجهات والمؤسسات المعنيه مع التربيه والتعليم في المبادره. لا، كل الجهات بتوفر لنا وبتذلل السبل. الدكتور ايمن معالي الوزير محافظ الداهليه قال اي دعم انتم محتاجينه انا موجود، لو احتجتوا قاعات احتجتوا اي حاجه. طبعا احنا التربيه والتعليم عندنا كل الامكانيات الحمد لله، سواء تكنولوجيه او اماكن نقيم فيها طلابنا، عندنا المساعدين، العلاقات العامه، والمجلس القومي للمراه جايب طالبات من كليات الاثار، المنظومه كلها متكاتفه عشان ننجح المبادره. الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الدقهليه، بنشكرك جزيل الشكر يا فندم على هذه المعلومات وعلى دوركم في هذه المبادره. عندنا ايه بقى النهارده يا عمرو؟ عندنا كالعاده فقرات متنوعه. كالعاده يعني. الحقيقه عندنا يعني عندنا فقره الاول فيها بنتكلم عن الشباب وقد ايه اهميتهم، يعني لان هو الحقيقه الشباب هم الثروه الحقيقيه لاي دوله، علشان كده لازم يتم تاهيلهم بشكل مناسب علشان يفيدوا نفسهم وبلدهم، وده اللي بتعمله الدوله المصريه المؤمنه بقيمه شبابها اللي عددهم وصل لحوالي 21.6 مليون نسمه بنسبه 21% من اجمالي السكان. ده طبعا بحسب اخر احصائيه اصدرها الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. من ضمن المبادرات اللي بتقوم بيها الدوله لتمكين الشباب هي مبادره وطنيه، هي مبادره شباب من اجل التنميه اللي بتتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنميه الاقتصاديه والمجلس الاعلى للجامعه. هنعرف تفاصيل اكتر عن المبادره من ضيفنا اللي هينورنا في الفقره الاولى، الدكتور محمد علاء منسق مبادره شباب من اجل التنميه بوزاره التخطيط. يعني الحقيقه زي ما كنا بنقول من اول حلقه، الدوله بتقوم بمجهود كبير جدا في ملف تمكين الشباب. مفيش فعاليه مهمه دلوقتي بتحصل من غير ما بيكون في تواجد مؤثر وملحوظ للشباب المصري. في الفقره الثانيه هنتكلم عن اللغه العربيه او لغه الضاد، وهي فعلا من ارقى اللغات في العالم، وكل ما تتعمق فيها اكتر هتكتشف عظمتها وابداعها وتفردها. مش هتلاقي لغه ثانيه مليانه بكل المعاني والمفردات دي، لكن كل الطلبه مش هيعرفوا الا لو حبوا اللغه وبقى عندهم شغف لدراستها، وهو ده بالظبط اللي بتنميه اسراء صالح مؤسسه صفحه سوبر ابلة لتعليم الاطفال اللغه العربيه بطرق مبتكره جدا من خلال الاغاني والحكي والارتجال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما نستقبل ضيوفنا خلونا نطلع فاصل الاول ونرجع لكم مره ثانيه عشان نبدا اولى فقراتنا. دي واحد من أهم اهتمامات الدولة المصرية هو الاستثمار في الشباب اللي هم المستقبل. واحدة من أهم الحاجات اللي بتعملها الدولة هي تمكين الشباب عشان يشاركوا في كل القضايا المصرية ويبقوا مؤثرين في الاقتصاد. عشان كده في فقرتنا النهاردة هنعرف أكتر عن مبادرة وطنية اسمها شباب من أجل التنمية، بتتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وكمان المجلس الأعلى للجامعات. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور محمد علاء منسق مبادرة شباب من أجل التنمية ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط. أهلا بحضرتك، منورنا. ازيك يا دكتور محمد؟ أهلا بيك، منورنا يا فندم. ربنا. يعني في البداية، ما هي مبادرة شباب من أجل التنمية وإيه فكرة ربطها برؤية مصر 2030؟ طبعا بداية شكرا جدا لحضراتكم وشكرا على الدعوة الكريمة. مبادرة شباب لأجل التنمية بدأت بهدف واضح جدا، وهو التأكيد على أهمية إدماج الشباب في عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة والاستماع للشباب وإشراكهم في العملية السياسية وجهود التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي بتحصل في مصر حاليا. بداية المبادرة كانت مع
تقرير التنمية البشرية المصري 2021 هو تقرير بتصدره اليو ان دي بي، منظمة يونايتد نيشنز ديفلوبمنت بروجرام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هو بيصدر المفروض في أكثر من دولة بشكل دوري. يمكن تقرير 2021 صدر بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 10 سنين، وكان يعني يتميز عن التقارير السابقة عليه ان هو ما كانش بيركز على قضية معينة زي تمويل التعليم مثلا او الإصلاح الاجتماعي على أهمية هذه القضايا، لكن كان بياخد صورة بانورامية عن التنمية في مصر خلال فترة 10 سنين هي فترة الانقطاع منذ آخر تقارير التنمية البشرية المصرية سنة 2010. فبالتالي التقرير بيركز على قضايا يعني تشمل أو تغطي مساحة العمل العام في مصر: الإصلاح الاقتصادي، تمكين المرأة، البيئة، إصلاح منظومة الدعم، إصلاح التعليم، الرعاية الصحية، مكافحة الفساد، العديد من القضايا. وفي وقت ما كانت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شغالين على الموضوع ده، طبعا في يعني بيبقى في شريك وطني بيساعد البرنامج ويساعد خبراء البرنامج في جمع مادة علمية، إجراء مقابلات وخلافه، وده بيحصل في كل الدول اللي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيصدر تقاريره فيها. فظهرت الفكرة ان احنا ليه تقرير بهذا الأهمية لا نستفيد به في إدماج الشباب ودعوة الشباب للتفكير في ما تقوم به الدولة المصرية والإدلاء بدلوهم وتدريب الشباب على المشاركة والاختلاف والمعرفة والبحث وطرح الأفكار والآراء والاستماع ليهم. ويمكن دي كانت رؤية أو يعني أول من اقترح هذا الموضوع كان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالتالي بدأنا نشتغل على هذه المبادرة. كانت مبادرة من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للجامعات كان هو الشريك اللي من خلاله قدرنا نتواصل مع الجامعات. بس عايز أعرف يعني الشباب كان بيعمل إيه بالظبط في التقرير ده؟ هو كان قلب هذا التقرير، قلب المبادرة هو تعريف الشباب بالتقرير كأداة لتعريفهم بما تقوم به الدولة، بالمشاريع اللي تقوم بها الدولة، وبالقضايا المطروحة للنقاش العام والعمل العام. طب دكتور معلش، يعني فكرة تعريفهم ده شيء مهم جدا، لكن أدخال الأهم هو مشاركتهم. إيه اللي بتقدمه بقى المبادرة علشان هم يقدروا يشاركوا؟ ده حقيقي المبادرة، خلي بالك يعني إحنا دلوقتي في تاني سنة ليها، وفي أول سنة يعني مشينا خطوات كتيرة جدا. في أول سنة كان الهدف إن إحنا نبدأ ندخل في الجامعات ونبدأ ندعو شباب الجامعات للمشاركة. في المرحلة الأولى اللي كانت العام الأكاديمي اللي فات بدأ معنا 5 جامعات بس، السنة دي معنا 14 جامعة. الخمس جامعات اللي بدأوا في المرحلة الأولى هم القاهرة وعين شمس والمنصورة وبورسعيد وبني سويف. الفكرة إن إحنا تواصلنا مع هذه الجامعات وقلنا والله ده تقرير التنمية البشرية ودي البرامج اللي بتعمل عليها الحكومة ودي استراتيجية الدولة المصرية. مطلوب من هذه الجامعات أولا أن كل جامعة تضع تصور أو تضع رؤية لتعريف الشباب بهذه البرامج وتعريف الشباب بتقرير التنمية البشرية من خلال عقد لقاءات وورش عمل وغيره. وإحنا جاهزين كحكومة وكمنظمات مجتمع مدني وكأي جهة أنتوا حابين تتواصلوا معها أن إحنا نيجي وندي محاضرات ونتكلم ونتناقش وتختلفوا معنا. فدي كانت أول خطوة في مبادرة شباب من أجل التنمية. الجزء الثاني من المبادرة هو مسارات للمنافسات الطلابية، وهنا بتيجي فكرة تعريف الطلاب بالسياسات العامة ودعوتهم أن هم يقولوا أفكارهم والاستماع ليها والعمل على تنفيذها. ده جزء من المشاركة طبعا. ده جزء من المشاركة وده جزء من المسابقات الطلابية اللي هي كان ليها مسارين: مسار ورقة السياسات، أنك بتكتب ورقة سياسات عن أحد القضايا المعروضة للنقاش العام يعني بتقول رأيك في كيفية حلها. خلي بالك قضايا السياسات العامة في الاخر هي مفيش اتجاه واحد او مفيش اسلوب واحد للتعامل معاها. في دول مثلا بتصلح التعليم عن طريق بناء مدارس، في دول اخرى بتسمح للقطاع الخاص مثلا ان هو يبني مدارس وتدي سكول فاوتشرز او كوبونات مدرسيه تسمح لاولياء الامور ان هم يودوا اولادهم في مدارس مختلفه. نفس الحكايه في الرعايه الصحيه، وكتير من القضايا السياسات العامه اللي بنتعامل فيها حاليا بقت قضايا شديده التعقيد. بمعنى الرعايه الصحيه انت مش محتاج بس ناس من كليه الطب، انت محتاج ناس من كليه الطب وتمريض واقتصاد وغيره. فاحنا دعينا الجامعات للمشاركه في هذه المسارات التنافسية، مسار ورقة السياسات ومسار مشروعات تنموية. الطلبة يعني بندعوهم ان هم يفكروا في مشروع تنموي يقدموه، مشروع قد يكون هادف للربح وقد يكون غير هادف للربح. الهدف في النهاية ان هم يقولوا والله احنا عندنا مشروع لتخدير مكان ما، مشروع لربط الحرف اليدوية بالأسواق العالمية، مشروع في الآخر متوجه لاستراتيجية الدولة والأهداف التنمية المستدامة والتمكين المرأة والشباب والإصلاح الاقتصادي وغيرها من الأهداف يعني اللي بتعمل عليها الحكومة. دي مسارات المنافسات الطلابية. يكون إيجابي سواء على المستوى الخاص أو على المستوى العام، تكون خدمة عامة أو خدمة خاصة. يعني ممكن يكون هادف للربح فأنا كصاحب الفكرة بالزبط. يبقى عندي المشروع بتاعي اللي أكسب منه، أو أن أنا بقدم للمجتمع خدمة تفيد المجتمع ككل. بالظبط. وخليني أجاوب على سؤال تاني حضرتك طرحته، احنا ممكن نستفيد ايه من الموضوع ده؟ يمكن احنا زي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي في السنة التانية معانا 14 جامعة، السنة الأولى كان معانا 5. نتمنى ان احنا نوصل لجميع الجامعات الحكومية، ومعانا حتى في المرحلة دي جامعات خاصة وأهلية، 3 جامعات بس خاصة وأهلية، لكن نتمنى ان احنا نتوسع في هذه الجامعات. بنستفيد ايه؟ لو بصينا للشراكات، يعني لو قلنا الكلمة المفتاحية لهذه المبادرة فيها الشراكة
اولا وزاره التخطيط بالشراكه مع وزاره التعليم العالي ممثله في المجلس الاعلى للجامعات، انفتحنا على شباب الجامعات وعلى الجامعات المصريه وعلى حتى الباحثين الشباب في الجامعات المصريه، وزي ما بقول العدد بيزيد. جزء تاني من الشراكات المهمه جدا اللي احنا بنبني عليها في المرحله الثانيه، وفي الواقع احنا كانت هي اساس المرحله الاولى، هي شراكات مع عده جهات زي المعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه، هو الزراع التدريبي لوزاره التخطيط، وجي ودرب الشباب واتكلم معاهم، حاضنه اعمال كليه الاقتصاد يعني بدات تشرح للشباب يعني ايه ان احنا نبدا مشروع تنموي، ازاي تعمل دراسه سوق، ازاي تتكلم في الاستدامه الماليه، ازاي تطرح افكارك، ازاي تعمل كوميرشاليزيشن او ازاي يعني تسوق للي انت بتطلعه للشباب المنضمه للبرنامج. تدريب، واهم ما في هذا التدريب ودي النقطه اللي بتكلم عليها لو بنتكلم على الاستفاده من هذا الموضوع فهي الشراكات. لو بصينا حتى لجنه التحكيم يعني عملنا شراكات طبعا مع عده جهات، دخل معنا اليو ان دي بي، دخل معنا برنامج الامم المتحده للمراه، كل دول دخلوا ودربوا الشباب. المبادره او المنافسات التطوعيه كانت على مرحلتين برضو يعني حديثا او يعني استكمالا للحديث عن الاستفاده بهذه المبادره. المرحله الاولى كنا بندرب الشباب، بنفهمهم اولا المشروعات اللي بتشتغل عليها الدوله، استراتيجيه الدوله، تقرير التنميه البشريه وغيره. وفي نفس الوقت في بعض البرامج التدريبيه اللي هي برامج عامه، دورة السياسات العامة، تحليل السياسات العامة، استخدام البيانات في تحليل السياسات العامة، وفي نفس الوقت الدورات أخرى عن كيفية بدء مشروع معين، دراسات السوق، الكلام ده كله. المرحلة الثانية أن كل جامعة عملت التصفيات الداخلية بتاعتها وطلعت أول فرق، في أول ثلاث فرق في مسار المشروعات التنموية وأول ثلاث فرق في مسار ورقة السياسات. بعد كده اتعمل حاجة سميناها one on one mentorship أو تدريب شخصي لكل فريق، كل فريق بقى ليه مدرب حسب الموضوع بتاعه. كم فريق كده؟ ثلاث فرق من كل جامعة، من 14 جامعة؟ ست فرق المرحلة الأولى، كانوا ست فرق من خمس جامعات. أوكي. دول خدوا one on one mentorship، كل فريق كان معاه مدرب. في مثلا فريق بيتكلم عن قضية ليها علاقة بالمرأة فجاله حد من برنامج الأمم المتحدة للمرأة، فريق بيتكلم عن الرعاية الصحية جاله حد، كان فيها معانا يعني شاب من رواد الأعمال الشباب جه درب الفريق ده، حد من بيتكلم عن الإصلاح المالي جه حد من شركة فيزا درب. ففكرة التدريب وان اون وان ده فرق مع الشباب جدا، لأن هم في الآخر كانوا عندهم فرصة أن هم يشوفوا شغلهم على أرض الواقع ممكن يبقى شكله إيه. آخر حاجة في التشبيك، ويمكن دي من الحاجات اللي أنا بعتز بيها وإن شاء الله هنكمل فيها، هي لجنة التحكيم. لو وصلنا لجنة التحكيم كان فيها ثلاث وزراء سابقين، وأنا طبعا بحييهم، دكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق، دكتورة ليلى اسكندر وزيرة التنمية العمرانية والعشوائيات الأسبق، دكتورة نادية زخاري. أنا صورة فندم دي من ده أثناء أحد الأيام التدريبية، وطبعا دكتورة هالة يعني كانت دايما بتهتم أن هي تحضر الأيام التدريبية اللي كانت بتعقد في وزارة التخطيط. فلجنة التحكيم كان فيها شخصيات كتير من المجتمع المدني، من مجلس الشيوخ، من رؤساء جامعات سابقين. فالتشبيك ده هو اللي بنبني عليه في المرحلة الثانية، أن احنا بنجهز للفرق الفايزة أشخاص أو مؤسسات أو جهات تتبنى أعمالهم في هذه المرحلة. طبعا الخطوة اللي هي الأهم أو المرحلة الأولى، الخطوة الأهم هي تبني مشروعات الشباب اللي فازوا بالمراكز الأولى، ده إن شاء الله هنعمله فعالية قريبا جدا طبعا إن شاء الله بعد كاب 27، نعمل فعالية في وزارة التخطيط، الفرق تعرض الأبحاث أو رأي السياسات والمشروعات بتاعتها، ويبقى في أشخاص بقى من المجتمع المدني ومن الجهات الحكومية ومن مجالس مجلس النواب لتبني هذه المشروعات. يعني هذه المشروعات إيه هو مصيرها في النهاية؟ هي دي من معايير التحكيم ومن معايير الفوز في المسابقات. أولا هي قابلية للتطبيق، الارتباط برؤية مصر 2030، الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، القدرة على النظر لنماذج نجاح في مصر وفي المحيط الإقليمي وعالميا، وإزاي نقدر نطوع هذه التجارب للواقع المصري. فالقابلية للتطبيق وقابلية التبني كانت أحد المحاور الأساسية لنجاح الفرق في الأساس، الفرق اللي فازت في المسارين سواء مسار المشروعات التنموية أو مسار أوراق السياسات. الفرق دي إن شاء الله قريبا جدا بس بعد كاب إن شاء الله ندعوها لوزارة التخطيط ونبدأ يعني نطلب منهم أنهم يعيدوا طرح أفكارهم وطرح المبادرات بتاعتهم مع وجود الجهات بقى اللي ممكن تتبنى هذه الأفكار للتنفيذ، وده أساس المبادرة أن هي ما هيش بس مجرد مسابقات وتنتهي بعدها. هل كان في أصلا معايير معينة لاختيار الشباب دي من الجامعات، ولا كان أي حد عايز يدخل البرنامج كان بيقدر يعمل كده؟ إحنا فتحنا الباب، يعني كان طبعا في المرحلة الأولى كان يعني في طبعا يعني سعدت جدا إن كان في جامعات كتير عايزة تنضم لهذه المبادرة، لكن في المرحلة الأولى اللي هي العام الأكاديمي الماضي كنا يعني لسه بنجرب القدرة على التدريب والقدرة على إن إحنا نشوف حتى مين من الشباب هيبقى مهتم، فبدأنا بخمس جامعات بتمثل أقاليم مصر، وده سبب
الاختيار. يعني الصعيد كان في جامعه بني سويف، اقليم قناه السويس كان في جامعه بورسعيد، الدلتا كانت جامعه المنصوره، وكان عندنا جامعه القاهره وجامعه القاهره طبعا من اقليم القاهره وجامعة عين شمس. فبالتالي كان الاختيار الإقليمي هو الأساس. في الواقع أنا سعدت جدا لما طلبنا كمرحلة أولى أن الجامعات تعلن عن المبادرة والشباب اللي عايز يجي يتقدم. طبعا أنا يعني كنت متخيل أن هيجي أعداد بالعشرات أو بالمئات، يعني أحسن تقدير يعني جي بالألاف في كل جامعة. وطبعا سعدنا جدا يعني طلبنا من الجامعات ان هي تحط خطتها بقى للورش العمل والندوات واللقاءات وغيره، واحنا في نفس الوقت دربنا في المرحله الاولى. لكن بعد كده طلبنا بقى من الجامعات ان هي تعمل تصفيات عشان يبقى العدد قابل ان احنا نعمل وان اون وان منتورشيب زي ما اقول، او تدريب بقى يعني شخص، يعني يبقى في مدرب لكل فريق. ان شاء الله في المرحله الجايه احنا داخلين طبعا بحماسه اكتر، المرحله الجايه دي اللي هي الثالثه بقى، وبتوقع بقى المرحله الثانيه هي اللي احنا شغالين فيها حاليا السنه دي فيه. اللي هي في 14 دلوقتي جامعة. بتكلم على المرحله اللي احنا فيها دلوقتي احنا بنتكلم في 14 مرحله جديده بقى، الاعداد اكتر. احنا بنتكلم عن وزاره التخطيط، يعني المستقبل كله تقريبا. اللي جاي ايه بقى؟ اللي جاي ايه في وزاره التخطيط ولا لا في المبادره؟ زي ما بقول لحضرتك، وزاره التخطيط يمكن من الوزارات اللي شغاله في عدد من الملفات الهامه، منها وضع الاستراتيجيه المصريه، منها الانفاق الاستثماري. وجزء مهم جدا مما تقوم به وزاره التخطيط هو الاهتمام بالشباب والاهتمام بالتدريب. لو بصينا 2021 انا اعتقد ان هو كان عام مهم جدا، مش بس لصدور تقرير التنميه البشريه المصري اللي هو محور مبادره شباب من اجل التنميه، وبالمناسبه هو محورها في العام الاول. احنا دلوقتي في العام الثاني، فات اكتر من سنه منذ اصدار تقرير 2021 وحصلت تغيرات كتير. لو بنتكلم على ملف البيئه، اللي حصل في 2020 و2021 يختلف تماما عن اللي احنا عايشينه دلوقتي. دلوقتي عندنا كاب 27، عندنا استثمارات في مجال الهيدروجين الاخضر، عندنا اهتمام بقضايا البيئه، عندنا الشباب والمجتمع بوجه عام بقى فاهم هذه القضايا، في عندنا امور شبابيه كتيره جدا بمبادرات مختلفه ومتنوعه في كاب 27 بالظبط. فاحنا فاللي بتعمله وزاره التخطيط حاليا ان هي بتطرح كتير من يعني تطرح كثير مما تقوم به الحكومه للمناقشات الشبابيه والاراء الشباب والاختلاف حتى ما بين الشباب، وده شيء مرحب به طالما الاختلاف في اطار العمليه السياسيه وفي اطار قبول الراي والراي الاخر. ما تقوم به وزاره التخطيط مش بس مبادره شباب لاجل التنميه، بالمناسبه من اهم صور التشبيك اللي عملتها مبادره شباب من اجل التنميه هي ان هي مدت ايديها لمبادرات شبابيه اخرى. مثلا المعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه هو الذراع التدريبي لوزاره التخطيط، بيقوم بالعديد من المبادرات لتدريب المراه والشباب وغيره. ومن المبادرات يمكن الجميله اللي بيقوم بيها معهد الحوكمه هو مبادره كن سفيرا. فاحنا جبنا شباب كن سفيرا، والهدف هدف مبادره كن سفيرا هو التعريف باهداف التنميه المستدامه، وان الشباب يبقوا فاعلين في تحقيق هذه الاهداف. جبنا شباب كن سفيرا يدرب الشباب المشاركين في مبادره شباب من اجل التنميه. ده اللي بتقوم بيه وزاره التخطيط، التشبيك والتعريف بالبرامج الحكوميه والسياسات الحكوميه. سؤال يعني ملح بالنسبه لنا شخصيا، احد الشباب او احد المجموعات اللي مشاركه في المبادره قدمت فكره بره الصندوق خالص، مش في حسابات وزاره التخطيط ولا موجوده على اجنده الدوله المصريه. هل الوزاره والمبادره تتبنى هذه الفكره وترفعها لاصحاب القرار وممكن يتم العمل عليها بشكل موسع وبشكل قوي وتكون ضمن الاجنده المصريه للتنميه المستدامه؟ طبعا طبعا. ومن الامور المهمه جدا احنا نلفت النظر ليها تاني، هرجع لفكره الشراكات. يعني كان معانا مثلا في لجنه التحكيم احد النواب في مجلس الشيوخ، يعني المفروض يعني في لسه مناقشات جايه، ده بيفتح شكل تشريعي وقانوني لتمرير مثل هذه المبادرات يعني هذه الافكار. مش عايز اتكلم غير لما نوصل لاتفاق نهائي يعني بس فكره في حتى في الاطر الموضوع فكره يعني. حتى ان كيانات سياسيه والمجالس النيابيه تستفيد من هذه المبادرات وتجيبها وتناقشها وقد تتبناها الحكومه، ده شيء طبعا مطروح للنقاش حاليا، ومطروح ان هو يبقى يعني جزء من الاطار المؤسسي للمبادره، ان احنا يبقى بالفعل عندنا هذه الكيانات الحزبيه والسياسيه مستعدة. هم الابطال في القصه، يعني في النهايه كل ده معمول علشان هم يقدموا فكرهم بالزبط. وحضراتكم تتبنوه صحيح بالزبط. ولا انا بالزبط. ومش جهه واحده يعني، وزاره التخطيط طبعا هي بتقول ده، انا شايف في تعاون مع وزاره التعليم العالي وتحت رعايه المجلس الاعلى للجامعات، ويعني في وكمان في تعاون ما بين مبادرات اخرى، يعني انا شايف في توسع الموضوع وتعاون على فكره، تعاون ما بين اجيال، وده يمكن من اهم ما يعني من الامور اللي انا سعيد ان هي بتميز هذه المبادره. زي ما بقول، لو شفنا المدربين اللي جم يدربوا، جه دكتور ابراهيم عبد الجليل رئيس جهاز حمايه البيئه الاسبق، من الشخصيات يعني المستقره في العمل العام في لجنه التحكيم، دكتور اشرف العربي وزير التخطيط السابق وغيره من الوزراء ورؤساء الجامعات، وعندنا شباب من رواد الاعمال، عندنا
انه نائب في مجلس الشيوخ النائب رامي جلال هو احد اصغر اعضاء مجلس الشيوخ. فعندنا هذا الحوار الجيلي ما بين ناس شغالين بالفعل في العمل العام وشباب يتطلعوا للاسهام والاحداث فارق في العمل العام. طيب بما ان احنا كمان بنخاطب شباب في المرحله الثانويه وهم على اعتاب رحلتهم الجامعيه قريب جدا، حضرتك زي ما ذكرت معهد الحوكمه بيقدم برامج كتير قوي وتدريبات كتيره قوي للشباب، عايزين نعرف عنها اكتر علشان يمكن حد من الناس بتتفرج علينا يكون حابب ان هو يشارك في حاجه زي دي. والله طبعا مبادرات معهد التخطيط القومي كتير، وانا يعني طبعا ارشح ان معهد التخطيط القومي بنفسه يتكلم عن هذه المبادرات. واحنا طبعا في يعني في كثير من الاحيان بنستعين بمعهد التخطيط القومي، اسف بالمعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه، وفي نفس الوقت هم يعني بيطلبوا من الشباب المشاركين عندنا ان هم يجوا ويتكلموا. في مبادرات بتنزل لشباب المدارس، ودي من يعني في كذا مبادره في وزاره التخطيط بتعمل الموضوع ده. اتمنى ان مبادره شباب من اجل التنميه في هذا العام الاكاديمي ان هي تنزل بالشباب الفاز في المسارات المسابقات الطلابيه وبالخبراء اللي اشتغلوا معانا وبالسياسيين وبرواد الاعمال، ننزل للمدارس ونتكلم معاهم. احنا شغالين في كل يعني في كل محافظات، في كل مش في كل المحافظات، في كل اقاليم مصر. فما يعني ما يعني ما يتم مناقشته حاليا ان احنا يعني في هذه الاقاليم ننزل للمدارس بتاعتها ونكلم الشباب ونجهزهم لان هم يحلموا في مرحله التعليم الجامعي. دكتور محمد هسالك بصفتك انسان مصري مش دكتور محمد علاء منسق مبادره شباب من اجل التنميه في وزاره التخطيط، متفائل جدا يعني باللي حضرتك حكيته ده، مش كاحد عناصر المشاركه فيه او القائمه عليه، برؤيتك كده وخبرتك شايف ان ده هيجني ثماره قريب؟ بص في كذا نقطه في الموضوع ده. النقطه الاولى قبل ما نفكر حتى في جني الثمار، فكر في الشباب اللي احنا بنشوفهم. اللي انا يعني سعدت جدا لما نزلت الجامعات الحكوميه اللي شاركت، او لما رحت الجامعات الحكوميه اللي شاركت، ولما شباب الجامعات جونا. خلي بالك احنا الشباب مثلا كنا ساعات، والصوره اللي حضراتكم وريتوها على الشاشه من دقائق، التدريب ده كان في وزاره التخطيط وعملناه بشكل هايبرد او شكل مختلط، يعني كان في شباب من الجامعات المشاركه جايين وزاره التخطيط والباقي بيتفرجوا في الجامعات بتاعتهم اونلاين. انا عايز اقول لك ان الشباب من بورسعيد وبني سويف والمنصوره كانوا بيجي يمكن قبل التدريب بكذا ساعه ويجي يتمشوا ويتعرفوا على الوزاره ويقابلوا الوزيره ويتكلموا. الحماس ده معاه لازم تبقى متفائل. يمكن انا حظي حلو ان انا مش بس يعني بنسق يعني اشرف بان انا منسق هذه المبادره، لكن اشرف ايضا بانتمائي لجامعه القاهره وكليه الاقتصاد تحديدا، وبقى يعني من حسن حظي ان انا يعني بقابل شباب الجامعه على الاقل مرتين في الاسبوع في خلال المحاضرات والساعات المكتبيه وغيره. مش بس حماسة الشباب للمشاركة، لكن وعي الشباب بقضايا الشأن العام، رغبتهم في إحداث فارق، رغبتهم مش بس إن هم يشاركوا لكن يشاركوا عن علم. الشباب عايزين يعرفوا مصادر المعلومات، عايزين يفهموا صنع السياسات العامة، بيقارنوا بين مصر وغيرها من الدول. طالما الشباب دي قادرة تحلم وطالما في إرادة سياسية وفي إطار مؤسسي لمشاركة هذه الشباب، أنا لازم أبقى متفائل. يعني احنا كمان تفائلنا جدا بكلام حضرتك النهارده، وكفايه يعني ان حضرتك بالابتسامه بتاعتك واضح جدا عليك انك متفائل جدا وانك شايف انه اللي جاي احسن وانك اوريدي مبسوط باللي بيحصل في الوضع الحالي. دكتور محمد علاء منسق مبادره شباب من اجل التنميه بوزاره التخطيط ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزاره التخطيط، نورتنا يا دكتور. شكرا. نورتنا وشرفتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل تعلم اللغه العربيه بطرق مبتكره، استنونا في هذه المبادرة لنعلم عنها المزيد من التفاصيل. بنجدد التحية لحضراتكم مرة تانية. هويتنا وثقافتنا هي اللي بتعمل تاريخنا، علشان كده لازم طول الوقت نحافظ على الهوية دي، وعشان نقدر نحافظ عليها ضروري جدا ان احنا نحافظ على اللغة العربية اللي هي اللغة الام بالنسبة لينا، واللي بتعتبر واحدة من اهم لغات العالم وبتعتبر من اللغات الخمسة الاولى انتشارا على مستوى العالم. عشان كده مهم ان يبقى في طرق جديدة ومبتكرة تخلي الجيل الجديد يحب اللغة العربية ويرتبط بيها.
عشان كده برضو في فقرتنا دلوقتي معانا مدرسة قررت ان هي تتبع اسلوب جديد ومبتكر عشان تعلم الولاد اللغة العربية وتحببهم فيها من خلال الاغاني والحكايات والارتجال وبعض الفيديوهات اللي بتعملها على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتها سوبر أبلة. هلا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهارده علشان نعرف منها عن اسلوب نتعرف منها اكتر عن اسلوبها المبتكر، الاستاذة اسراء صالح مؤسسة صفحة سوبر أبلة لتعليم الاطفال اللغة العربية بطرق مبتكرة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا من غير حضرتك من غير استاذه. منورانا اسراء. انا سوبر أبلة. يلا منورانا اسراء. منورانا. ويا ده بنورك. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه قوي. سوبر أبلة وانت سوبر فعلا، بتتكلمي انجلش وبتتكلمي فرنساوي. بتعلمي اسباني وياباني. وبتتعلمي اسباني وياباني. طيب بقى انت يعني بتحبي اللغات بشكل عام قوي، بس اخترتي تدرسي عربي اشمعنى؟ طيب الموضوع محتاج عشان نعرف ليه انا اخترت ادرس عربي، انه صحيح اللغه العربيه لغه منتشره في العالم بيتكلمها حوالي 300 مليون ناطق كلغه ام، ولكن للاسف في مفهوم مختلط علينا بين اللغه الام واللغه الرسميه. فمثلا في مصر اللغه الام عندنا مش العربيه الفصحى، لان احنا بنتكلم مع بعض هو مصري، روحنا لبنان هيكلموا شامي، في الاردن هكذا، مش عارف في شمال افريقيا وكل البلاد ال22 بيجمعنا كلنا فكره اللغه العربيه الرسميه. اوكي. انما في الاخر وفي الاول كل واحد فينا عنده الدايلكت او اللهجه بتاعته اللي بتفرق، وده بيوصلنا لحاجه بنسميها الدياجلوسيا اللغويه او الازدواج اللغوي، وده بيعمل مشكلة أصلاً كبيرة جداً عند تعلم القراءة والكتابة للأطفال. بيعمل لهم صدمة إن هو بيبقى داخل المدرسة فكر إنه بيعرف يتكلم عربي، وبعدين فجأة يلاقي أذن أنف. إحنا ما بنستخدمش كلمة أذن وأنف لما تروح عند دكتور اللي هو الإي إن تي، أنف وأذن وحنجرة لما تعمل اللوز. إنما غير كده أنت ما بتستخدمش الكلمات دي. كلمة ذهبة مثلاً، مع إن راح دي كلمة على فكرة لغة عربية فصيحة. برنيطة دخلت جوه المعجم. إحنا عندنا مشكلة إن في فصل رهيب ما بين الكلمات القديمة وبين الكلمات الحديثة اللي دخلت اوريدي جوه المعجم، وبنعتبرها انه عندنا زي اشمئزاز من استخدامها، او بنعتبرها كلمات ركيكة ومش بنحب نستخدمها بشكل او باخر. فللأسف اللغة العربية الفصيحة في خطر، ودي اللي بنستخدمها في تعلم القرآن او تعلم ايات من الانجيل او تعلم اي ديانة كانت، او نتعلم بيها بشكل فصيح لشكل ليه علاقة بالادب او الكتابة وكلغتنا الكتابية واللغة الرسمية. ان احنا نقرأ مثلا حاجة من تراثنا القديم وما نبقاش فاهمينها بسبب ان احنا مش عارفين معاني الكلمات اللي موجودة رغم انها عربي. بالظبط. يعني واحنا عندنا كتاب سواء من ايام بقى العصر الجاهلي كاتبين بالعربي او لحد دلوقتي كتاب رائع جدا وكتب وموسوعات وحاجات جميلة جدا، خسارة ان احنا ما نبقاش بنعرف نستفيد منها لمجرد ان احنا مش فاهمين معاني كلماتها. ده بعض الناس بيقولوا مثلا يعني ممكن يكون بيتقري قدامه حاجة بلغة عربية فصحى، يقول لك يعني ايه الكلمات دي؟ دي كلمات مكلكعه قوي انا مش فاهمها. او تاني بيكتب لك والله يحط ايه؟ لا ده في حاجات بقى كده. لا ده احنا بقى لا ده الكتابه دي مشكله ثانيه. ده الكتابه اصعب من القرايه بقى. بنشوف بقى كميه حاجات كميه حاجات مكتوبه بطريقه غريبه جدا، يعني مش مفهومه اصلا اتكتبت ازاي، بتبقى وحشه قوي بصراحه. بيقولوا لي ان انت عندك حكايات كده جامده جدا، انا مش مصدق بصراحه. يعني ايه حكايه النقطه وعلاقتها بالثلاثه اخوات التوأم؟ ايه الحكايه دي؟ انا سامع كلام كده انا مش فاهمه بصراحه. هو الفكره جات لي في ان انا عملت بلاتفورم او منصه الكترونيه بنعلم فيها الاطفال اللغه العربيه الفصحى عن طريق العاميه، وبنربط اللغه بالثقافه والتاريخ والجغرافيا. طب احكي لي حكايه النقطه. هحكي لك حكايه النقطه. بيقولوا بقى ان كان في مره ثلاث اخوات توأم، تمام، كلهم عاملين زي شرطه وفيها نص دايره بكرش كبير. خبطت عليهم النقطه، فاول ما خبطت فتح اول حد، قالت لها انا حرانه ومش طايقه نفسي، حلي عني. فبقت هي الحاها الحرانه اللي عمرها ما كان عندها نقط. مشيت شويه النقطه وهي زعلانه، دخلت عند الاخت التوأم الثانيه، يا دوب بتخبط فتحت الابره اكلتها وحطتها جوه كرشها. فبقت الجيم الجعانه هي دايما بتحط النقطه في بطنها. فالنقطه الجيم هتعمل اوبس، دي كلتها على انها جزر بقى. تقريبا. راحت مطلعها من بقها، فالنقطه طلعت تجري تجري تجري، راحت عند الاخت الثالثه تستخبى. فالاخت الثالثه قالت لها شكلك خايفه، اذا ما شالتكيش الارض اشيلك فوق راسي لانك خايفه. ومن هنا جت الخ عشان النقطه خوافه. اوكي. فده بقى دي طريقه حلوه. ده انت بقى، ده انت مبدعه. الح حرانه والجيم جعانه والخ خوافه. ايوه. طب ده حلو قوي. عشان نفضل بقى حافظين شكلهم، وبعدين بنقول دايما ان هم عاملين زي بق التمساح، لو هيمسكوا ايد صحابهم في الكتابه فهي حرانه عمره ما هيكون عندها نقطه.
والجيم هنفترض ان عندها الكرش اللي تحت فتبقى النقطه تحت، والخاء طول عمرها خوافه فالنقطه تبقى فوق بس. ايوه فعلا. طب قولي لي بقى، انت بتحكي القصص دي بس على يعني البلاتفورم او المنصه اللي انت عاملاها الكترونيه، ولا بتقابلي اطفال وبتعلمي؟ لا بقابل اطفال. ازاي بقى؟ بقابلهم عن طريق حاجتين. ساعات بنعمل ايفنتس، بنروح ناجر في اماكن ونقعد والاولاد بييجوا، وبنقعد ساعتين بقى نقعد نلعب. احنا مسمين اللعبه اسمها سوبر ابله والحروف الشقيه، فبنتعلم. بتلبسي بقى لبس السوبر وومن وحاجات كده؟ بلبس بالطو دكاتره وبتاع حمرا كده خيط. وعندي بقى كلمه مثلا اقول لهم ان في حروف القوه دي حروف سوبر ابله، بيقولوا ازدرو، اللي هم دول حروف العمر ما بيمسكوا ايد حد. فنكتبهم الالف ما تمسكش ايد حد، الذال، الزين، الدال، الره والواو. فمثلا ازدرو هم بيقولوا كده عشان دي كلمه قوه يعني. وبعدين مثلا في شعار سوبر ابله كل الاطفال عاملينه، ممنوع نقول كلمه معرفش، بيقولوا كلمه هحاول او هجرب. يعني حتى بنت اخويا كانت بتقول لمامتها، مامتها بتقول لها مش عارفه يا ميكا هنشوف، قالت لها سوبر ابله بتقول هحاول. فبتحرج مامتها. وهي ساعات بتهزر معايا تقول لي انا اللي سوبر ابله، بس انت سوبر ماركت. على اساس انت بتجيب لهم حاجات حلوه؟ انا مش عندها 3 سنين وهي مقتنعه. بس انت بتاخديهم السوبر ماركت، انت بتاخديهم السوبر ماركت مش كده؟ ساعات بندور على الحروف في السوبر ماركت. ازاي بقى؟ يعني مثلا حرف النون نروح للنسكافيه، الطه ندور على الطماطم، الالف ندور بقى مثلا لام اللبن، الالف بقى هنقعد بقى ندور بقى الارض مثلا كل حرف دي بقى الف. ونقعد بقى ندور على حاجات طول ما احنا ماشيين بقى ليه ينسون، فنقعد نحط جوه العربيه حاجات بالحروف. فمثلا نمشي ونقول احنا هندور دلوقتي على الالف، فنمشي ندور على كل المنتجات اللي بالالف، ندور على البي وهكذا. انت اصلا مدرسه؟ لا. امال ايه؟ طيب بقى الموضوع. انا درست في كليه حقوق قسم اللغه الانجليزيه جامعه القاهره، واشتغلت حاجات كلها ليها علاقه بالبيزنس في ستارت ابس مهمه في مصر، من غير ما نقول اسمائها بس يعني يمكن اهم ستارت ابس في مصر. فكان ليها علاقه بالاوبريشنز وفكره البيزنس. من وانا طفله كان عندي حلم ان انا يكون عندي بيزنس خاص بتاعي بزيرو كابيتال، يعني من غير ما يكون في راس مال اصلا. فدايما الملك في الحاله دي بيبقى الفكره. فلقيت اللي انا قلته لكم ان في مشكله في اللغه العربيه، وانا مدمنه عربي وجايه من عيله كان جدي دكتور في الجامعه لغه عربيه، ومامتي معاها ماجستير في العربي، وجدتي كانت برضو من اساتذه وجهزت اللغه العربيه. يعني انا افتكر وانا طفله لما كان حد يضايقني وانا عندي 4 سنين فيقول لي قولي له يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبه، يزيد سفاهه فازيد حلما، اكون كعودي مسك زاده الاحراق طيبه. فانت متخيل كلام كبير ده وانت عندك 5 سنين؟ لا والله كنت 3 يمكن ولا 4. 3 سنين؟ لا انت قصه. جمله للشافعي بقى كده اللي هو هنقول كده. انت جايبه الموضوع من ورا مش من قدام. يعني هي ما طلعتش السلم، هي بداته من فوق. طيب انت كده لما عملتي البيزنس ده، هو ازاي بيزنس؟ يعني انت بالايفنتس دي هو ده اللي ده مصدر دخلك؟ احنا دلوقتي حاليا في حضانه اعمال تبع كليه سياسه واقتصاد جامعه القاهره. انا معايا 3 شركاء، هدير ومروه. هدير هي المسؤوله عن البيزنس ديفلوبمنت، ومروه هي بتاعه الال ام اس او الليرنينج مانجمنت سيستم. احنا خدنا كل الافكار دي وحطيناها على البلاتفورم اللي هيطلع خلاص الشهر الجاي، هيبقى اسمه www.superabla.com. احنا الويب سايت هي مفتوح فور فري. احنا بنبيع كروت بتعلم اللغه العربيه للاطفال كحروف، بس عملنا ابروتش جديد او طريقه جديده جدا نوصل بيها للولاد. فخلينا الحرف يرسم حيوان من مصر ويقول انا صوتي مثلا الف فبيرسم ارنب، عايز اكل اكل مصري بصوتي هياكل ام علي. وبعدين في الاختيارات تلاقي مثلا حاطط له سلطه خضراء يقول ايوه انا عارف انكم عارفين ان انا باكل خس وجزر، بس بقول لكم عايز اكل بصوتي ام علي فمثلا. وبعدين يحط له محشي يقول له محشي ده بحرف الميم مش بحرف الالف، عايز اكل بالأ. فبنقعد نلعب مع الولاد بحيث انه كل حيوان بالحرف بتاعه. فبناكله، ولازم يكون حيوان مصري من البيئه المصريه وياكل اكل مصري. والولد بيتقمص شخصيه يعني هذا الكائن. هو صوت صوتي انا اوكي، بس هو الصوت صوتك انت وفي الفيديو انت. لا مش فيديو، الجيم. جيم. بيسموها اوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز، ان انت بيبقى معاك الكارت في ايدك، تدخل بكيو ار كود تعمل له سكان هيفتح لك على الويب سايت، تدخل تلعب اللعبه دي بتلعب معانا، او تسمع حواديت بصوتي عن باللغه العربيه الفصحى والعاميه. واتفقنا مع اكتر من دار نشر ان احنا هنحط تسجيلات للكتب بتاعتهم، وفي الحقيقه كلهم وافقوا ورحبوا ومحدش طلب اي مقابل، ودي كانت حاجه يعني من دواعي سرورنا يعني التعاون ده. علمك العربي انت صغيره كده؟ انا الحقيقه انا كنت بحب العربي جدا وانا في المدرسه، من وانا صغيره كان الاستاذ بتاعي كنت بحبه فكنت بحب العربي. بس لما كبرت بقى وتعلمت العربي بعد ما اتخرجت وبدات يعني اشتغل، ادركت ان انا لا، كانت في حاجات كتيره قوي مش عارفاها.
يعني حتى النطق نفسه. العربي بحر واسع قوي اصلا يعني. هو من اصعب، هو اصعب لغه في العالم ولا احد تالت. اصعب اللغه ثالث اصعب لغه في اصعب لغه في العالم. انت عارفه يعني لافت نظري فيكي ايه؟ انك انت بتحبي العربي وانك كول بجد. اصلي في كده يعني قولبه معينه او ستيريوتايبنج كده بيقول انه الناس اللي بتتكلم العربي دول لازم يكونوا كده. بالظبط. واللغه العربيه مش كول فبقينا بنكتب بالفرانكو على علشان نبقى كول. فايه بقى يعني انطباعك بقى اتجاه الموضوع ده؟ لا الاطفال مظلومه والجيل ده جيل مظلوم لانه المحتوى نفسه هو نفس المحتوى اللي كان بيتقدم على ايامنا احنا. يمكن كمان كانت في حاجات ألذ على ايامنا يعني. مجله ميكي مثلا على ايامنا احنا كانت بالعاميه، دلوقتي ميكي بالعربيه الفصحى. احنا محتاجين نروح لدماغ العيال دي مش نعمل العكس نطلعهم هم لدماغنا. احنا محتاجين نروح لهم وبعدين ناخدهم ونطلع للي احنا عايزينه. لكن طول ما انت بتعملي العكس عمرهم ما هيجوا لك. نوصل لهم، نوصل للي احنا عايزينه بس بالطريقه اللي تناسبهم هم. بالظبط بالظبط. وده اللي احنا عملناه في سوبر ابلا، ان احنا في البدايه خالص بنتعلم القرايه والكتابه عن طريق العاميه، بعد كده ندخل كلمات تنفع تبقى عربيه ميسره، وبعد كده بنشتغل بقى على الفصحى بس صرف. والاعراب مفيش مشكله يعني، مفيش مانع من ان انت تعرف تعمل اعراب وان انت تعرف تعمل تصنيف لغوي للكلمات وانك تدرجها في جداول وقوالب معينه، سواء كانت جمله اسميه ولا جمله فعليه، او انك تقول ده اعرابه ايه، بس مش مره واحده كده خبط لزق يعني. اكيد. بس بتوصلي معاهم للمراحل دي بعد؟ انا عايزه اقول لكم ان انا عندي تلميذين يعني انا بحبهم قوي، اسمهم زيدو وهاشم. زيدو وهاشم دول في مدرسه انترناشونال، احنا دلوقتي بقى هو في ثانيه ابتدائي، فهو سابق المدرسه بسنتين. بيعرف يعمل الخريطه بتاعت مصر يعني، تديله الخريطه هو عارف يحدد لك المحافظات، بيقدر يحدد لك فين البحر الاحمر، فين البحر المتوسط، فين الصحراء الغربيه، فين الصحراء الشرقيه، فين سيناء، فين الطور، فين دهب، وبيقدر يعرف يحدد هل دي جمله اسميه ولا دي جمله فعليه، فين اللام الشمسيه، طب ده ضمير ايه. هو عنده كام سنه؟ عنده بالظبط 7 سنين. 7 سنين. وهو الطبيعي ان في السن ده يكون عارف الحاجات دي ولا هو كده سابق؟ لا سابق ب3 سنين من عمره. وسابق بسنتين دراسيتين لانه في ثانيه ابتدائي. بس انت كمان بتعلميهم حاجات عن الهويه المصريه يعني طبعًا. الجغرافيا المصريه طبعًا. والاكل المصري، مش بس لغه عربيه فقط. لان احنا بنواجه مشكله كبيره ان العيال بدات ما تعرفش مثلا حلاوه المولد، يبص يفتح يقول لك ده نتس. ايوه يا حبيبي ماشي مكسرات، بس ايه بقى ده؟ طب دي عروسه المولد عارفها؟ بتضايقني قوي انا بقى المسميات دي، موضوع الملوخيه اللي بقت جرين سوب، وموضوع لا ما وصلناش للدرجات الطعميه اللي بقت جرين برجر والحاجات دي. لسه طعميه ولسه ملوخيه يعني. انا فاكر بسمع الحاجات دي ما بفهمش يعني انتوا تقصدوا يا جماعه. ما هي مش بعد كده لما عرفت جرين برجر دي ان هي طعميه، فاللي هو نعم هنكفر. لا طبعا لا هي مش جرين برجر، هي طعميه فلافل يعني. لا وفي الاخر البرجر مش اكله مصريه، لكن الطعميه اكله مصريه. الطعميه اكله مصريه تماما، لكن الفلافل هي مش مصريه يعني. في فرق. الحمص والفول. انا بتخيل حاجه كده مش عارف توافقيني عليها ولا لا، ان اللغه العربيه الفصيحه او ان انت لما تملك ادواتك حتى من اللغه العربيه، بلاش اقول الفصيحه اللي هي العظيمه يعني، بتدي طابع من الشياكه والاناقه كده في الكلام. طبعا الناس شايفه عكس كده. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ طب خليني اقول اصلا ان اللغه العربيه عندها اكتر من مليون جذر او روت للكلمات، في حين ان الانجليزي ما كملوش 500,000 اصلا. فانت لما بتيجي توصف كلمه يعني، مثلا لما بنيجي نقول في الانجليزي I wear makeup or I wear my dress او حاجه زي كده، انما انت في العربي عندك انتعلت الحذاء، وعندك ارتديت ملابسي، ولبست معطفي، وانا مش في بالي بقى كلمات تانية، بس انت في 6000 كلمه. اكتر من كلمه تدي نفس المعنى، هتدي نفس المعنى، وكل واحده فيها كده ايه بيسموها انت تقدر تلعب طابع وميزه. طبعا. هي الفكره عندنا انه لان العرب ما بقوش في نفس الوضع بتاع زمان، اللي هو ان انت العلم ما بيطلعش من عندك والبيزنس ما بيطلعش من عندك، فده بقى فيه مشكله انه اللغه اللي بتتحكم او لغه المال في العالم بقت الانجليزي. فبقينا في كل حته يعني، عندك في منطقه الخليج العربي الفصحى مهدد بالانقراض، لانه خلاص ما بقاش في حد بيستخدمه اصلا. حتى لغتهم الام اللي في حاله دي اللي هي اللهجه الخليجي كادت ان تقارب على الاندثار مع الاجيال الجديده، ما حدش بيستخدمها. بس طول ما عندنا ناس زي كده بتقدم مبادرات جميله زي كده، اتمنى اتمنى واساتذه كبار طبعا يعني، ما نقدرش يعني ما نذكرهمش في كل حته في مصر، بس عاجبني قوي الاداء الجديد ده، الشكل الجديد ده. بجد يعني هو ده اللي هيوصل للشباب الصغيرين او الاطفال الصغيرين يعني. انت عارف انت محتاج ان احنا دايما نقول للولاد، انا دايما ولادي يسالوني يعني في بدايه ما اقابلهم، انا اتعلم عربي ليه؟ ما انا لما بتكلم انجليزي الناس فاهماني. اقول في الشارع الناس مش فاهماك، مسيرك محتاج الشارع. طب ايه رايك لو اتعلمت ثالث اصعب لغه في العالم؟ لا معلش ثانيه واحده، هو الاساس ان احنا عرب ولغتنا هي العربيه، وبنتعلم لغه ثانيه عشان لو خرجنا بره مصر او حتى جوه مصر مع ناس جايه لنا او ايا كان هنستخدم اللغه الثانيه، لكن ما ينفعش ابقاش عارف لغتي الاصليه.
الاسباب تماما مظبوط، لكن مش ده الواقع. ده بيحصل مع الاسف، بتهمش جدا. لا ودي مشكله، هي دي المشكله، ان مش ده الواقع. احنا قدامنا واقع مرير، هو ان بقى عندنا اولاد بتقول مثلا حماده مش حماده. انت متخيل؟ وبعدين يعني مثلا يجي يكتب حضرتك فيكتبها حضرتك، ويكتبها بالدال مش بالضاد، لانه سامعها، لانه من كتر ما بيستخدم الانجليزي العربي بقى لغه هامشيه بالنسبه له. ده العمي نفسه باص، مش هقول لك بقى العمي كمان باص. والله والله انا كان نفسي يكون معانا وقت اكتر من كده نتكلم معاكي في تفاصيل كتير. انا شخصيا سعيد جدا ان شرفتينا ونورتينا بجد. اسراء صالح، مؤسسه منصه سوبر ابلا لتعليم اللغه العربيه بطرق مبتكره، بجد شرفتينا ونورتينا جدا. لا ده والله، بس انا مبسوطه اني معاكم. انتي نورتينا، يعني فرحنا بيكي قوي. ميرسي قوي، ميرسي قوي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، اخر حلقات الاسبوع. نشوفكم الاسبوع الجديد ان شاء الله. ويك اند سعيد.